السلام عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. قال المهلب: وفيه دليل أن حكم الصيام الإمساك عن الرفث وقول الزور كما يمسك عن الطعام والشراب. يعني الموضوع مش امتناع عن الطعام والشراب فقط، ولكن يعني استمعوا إلى هذه الأمثلة لتعلموا أن الموضوع أكبر من ذلك بكثير. وإن لم يمسك عن ذلك فقد تنقص صيامه وتعرض لسخط ربه وترك قبوله منه. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو والحلف. وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن الصيام ليس من الطعام والشراب، ولكن من الكذب والباطل واللغو. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. وعن عطاء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا كنت صائما فلا تجهل ولا تساب، وإن جهل عليك فقل إني صائم. وعن مجاهد قال: خصلتان من حفظهما سلم له صومه: الغيبة والكذب. وهكذا فهم الصحابة والسلف الصالح أن الصيام ليس فقط مجرد الامتناع عن الطعام والشراب، ولكنه معان تتأصل وقيم تتمنهج وأخلاق تترسخ. يقول الشاعر: الصوم جنة صائم في مأتم ينهى عن الفحشاء والأوشاب، الصوم تصفيد الغرائز جملة وتحرر من ربقة برقاب، ما صام من لم يرعى حق مجاور وأخوة وقرابة وصحاب، ما صام من أكل اللحوم بغيبة أو قال شرا أو سعى لخراب، ما صام من أدى شهادة كاذب وأخل بالأخلاق والآداب. الصوم مدرسة التعفف والتقى وتقارب البعداء والأغراب، الصوم رابطة الإخاء قوية وحبال ود الأهل والأصحاب، الصوم درس في التساوي حافل بالجود والإيثار والترحاب. يروى عن التبعي يزيد الرقاشي رحمه الله أنه كان يحاسب نفسه كل يوم ويتذكر الآخرة ويقول: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يتصدق عنك بعد الموت؟ من الموت طالبه؟ من القبر بيته؟ من الدود أنيسه؟ من التراب فراشه؟ من منكر ونكير جليساه؟ ثم يقول: أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم ما تبقى من حياتكم؟ ثم يبكي بكاء شديدا. وها هو تابعي آخر بلغ من العمر 60 سنة، جلس يحاسب نفسه فحسب أيام عمره فإذا هي يعني قرابة 21,500 يوم، فصرخ وقال: يا ويلتى، لو عصيت الله في اليوم بذنب واحد ألقى ربي 20,000 ذنب، فكيف لو كان في اليوم 10 ذنوب أو 100 ذنب؟ ثم خر مغشيا عليه. لا ينبغي أن يمر علينا شهر رمضان من دون أن نقف فيه وقفات للمحاسبة والمراجعة واستدراك ما فات وتجديد العزم والنية والإرادة. إننا نعرف ما في هذا الشهر من الخيرات والبركات، ولكن أحيانا
يطول علينا الأمد، فلا تطمئن أنفسنا إلا بتضييع الأوقات والنوم بالساعات والمكوث أمام الشاشات، وكأن صحفنا قد ملئت بالحسنات وضمننا دخول الجنات وأمنا من النار بعد الممات، وغفلنا أن الله أحصى علينا السيئات يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: عباد الله، شهر رمضان قد انتصف، فمن منكم حاسب نفسه فيه لله وانتصف؟ من منكم قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف؟ من منكم عزم قبل غلق أبواب الجنة أن يبني له غرفا من فوقها غرف؟ ألا إن شهركم قد أخذ في النقص، فزيدوا أنتم في العمل فكأنكم به وقد انصرف، وكل شهر فعسى أن يكون منه خلف، وأما شهر رمضان فمن أين لكم منه خلف؟ وبالرغم من ذلك ما زال في الوقت متسع، ولا زالت لديك فرصة فيما بقي من رمضان، فلا تضيعها. السلام عليكم.